بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، يا فارج كرب ذنون يوم عاشوراء، يا جامع الشمل يعقوب يوم عاشوراء، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء، يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يوم عاشوراء، يا رحمن الدنيا والآخرة فرحمهما، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وأت عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحيينا حياة طيبة، وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. پھر سات بار یہ دعا پڑھیں: سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات كلها كلها، نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين.